ولكن باهلة هذه القبيلة كانت العرب يستنكفون أن ينسبوا إليها، يأنفون أن ينسبوا إليها كأنها فيهم ليست من أشرافهم، وذلك لاشتهار هذه القبيلة بالخسة واللؤم، حتى قال قائل: وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة؟ ما ينفع الأصل من هاشم النفس من باهلة. هذا يذكرني بقول القائل: إذا افتخرت بآباء لهم نسب قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. وقال آخر: إذا قيل للكلب يا باهلي عوى الكلب من شؤم هذا النسب. فهذا يدلكم على الحطة التي كانت منحطة هذه القبيلة، تنتفي عنها هذه الخسة عندما ينبغ فيها قتيبة بن مسلم الباهلي وبنوه. هذا كان أميرا من الأمراء الممدحين الكرماء، وكان قائدا شجاعا، فلما برز وبنوه نفي عن باهلة هذا الذي كان يشاع عنهم، حتى قال قائلهم: إذا ما قريش خلا ملكها فإن الخلافة في باهلة. ومن الطريف حتى تعلموا قدر باهلة هذه عند العرب، أنه جاء عربي وفدى على قتيبة بن مسلم هذا، فمدحه. طبعا أبو قتيبة أمير كريم، من وفد إليه لا يرجع خاوي الوفاض. فقال له قتيبة، قال الأعرابي: قتيبة باهلي. فقال الأعرابي: أتود أن تكون من باهلة ولك نصف الإمارة؟ قال الأعرابي: لا، غير أن يتردد. فقال قتيبة: أفتود أن تكون باهليا وتكون لك الإمارة كلها؟ قال: القضية الآن بغير تردد. فقاله الأمير: أتود أن تكون باهليا وتدخل الجنة؟ فأطرق الأعرابي يتفكر فيها. فقال له: على شرط. قال: ما هو؟ قال: ألا يعلم أهل الجنة أني باهلي.